أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة أهم وآخر المستجدات. استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرى سارة للجميع، وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين لدعم الطبقة المتوسطة. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادات كبيرة من جميع المواطنين. تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. نذهب معكم مشاهدينا الكرام في جولة مراسلي إكسترا نيوز من مختلف المحافظات والمناطق لمتابعة أهم وآخر المستجدات فيما يخص مبادرة حياة كريمة وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. اسمحوا لي أن أرحب بزملائي، بداية من الزميل محمد عادل من منطقة السيدة عائشة، أيضا أرحب بالزميلة أميرة قمر من منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، أيضا أرحب بزميلي كريم كمال من منطقة وسيم بمحافظة الجيزة، وأيضا أرحب بالزميل إبراهيم عزت من منطقة السلام بمحافظة القاهرة. أهلا بحضراتكم جميعا. يعني بداية نبدأ مع الزميل محمد عادل. محمد، يعني لو تضعنا في المشهد من حولك بخصوص هذه المبادرة ونسب الإقبال عليها. بجدد التحية لك حور ولكل المتابعين. في الحقيقة حور، أنه يوم تلو الآخر تزداد فيه مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن تزداد انتشارا. يوم تلو الآخر تتوسع هذه المبادرة تدريجيا لتشمل مناطق أكثر ومحافظات أكثر بمختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. أتواجد الآن بميدان السيدة عائشة بمحافظة القاهرة كأحد النقاط أحد المناطق الجديدة التي يعني حرصت حياة كريمة أن توفر في هذه المنطقة. إحدى العربات المتنقلة التي تعد كمنافذ بيع توفر هذه اللحوم وهذه الدواجن للمواطنين، وتحديدا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإقبال في الحقيقة حور، يعني منذ أن تواجدت هذه العربة التي أقف أنا أمامها الآن منذ 12 ظهرا وحتى هذه اللحظة، الإقبال كبير وكثيف ويتزايد يعني ساعة تلو الأخرى. وبمجرد وصول العربة حتى هذه اللحظة تم سحب نصف الكمية تقريبا، يعني هذه العربة كانت تحوي ما يقرب من ربع طن من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى كميات كبيرة أيضا من الدواجن. ومعها يعني قبل الصعود إلى هذه النافذة الإخبارية حور، وبسؤال إحدى المنسقين أو أحد المنسقين لحياة كريمة يعني أمام هذه العربة، أشار لنا أن نصف الكمية تم سحبها وتم شراؤها بالفعل بمجرد أن وصلت هذه العربة وقبل الصعود إلى هذه النافذة الإخبارية، مما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد والكثيف من قبل المواطنين ومن كافة فئات المجتمع لشراء هذه اللحوم المدعمة والتي تأتي بأسعار تنافسية، أسعار مناسبة لكل مواطن مصري. نتحدث عن كيلو اللحم البلدي الواحد ب 210 جنيهات فقط، في حين اللحم المستورد ب 185 جنيها، بينما كيلو الدواجن ب 90 جنيها فقط لا غير حور. فهي أسعار مناسبة وأسعار تنافسية تعادل يعني النصف تقريبا عما تباع عليه هذه اللحوم في محال الجزارة الخاصة بالنسبة للحوم الحمراء، أو حتى يعني ما تباع عليه في الأسواق الخارجية. إذا تحدثنا عن جودة هذه اللحوم، يعني أكدوا لنا منسقي حياة كريمة أن هذه اللحوم خضعت لرقابة بيطرية صارمة في واقع الأمر قبل ذبح الذبيحة وأثناء ذبح الذبيحة وحتى ما بعد الذبح حور، حتى يتمكن المواطن من الحصول على هذه اللحوم بجودة عالية وبأعلى صلاحية، ويتمتع بعنصرها الغذائي وهو البروتين، الذي كان من الصعب في بعض الأوقات السابقة يعني حصول المواطن عليه نتيجة للغلاء المبالغ فيه والذي تباع عليه في محال الجزارة الخاصة وفي الأسواق الخارجية. ردود الأفعال إيجابية، عدد كبير من المواطنين وخلال لقائهم مع كاميرا إكسترا نيوز أكدوا يعني عن تثمينهم لهذه المبادرة، ممتنين لهذه المبادرة ولحياة كريمة وللدولة وللقيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعني يقدمونه من يعني مبادرات ومن دعم متواصل للمواطن المصري للتخفيف من يعني من على كاهل المواطن المصري من أعباء، وتوفير طبعا للمواطن المصري كافة الخدمات بمختلف القطاعات بأعلى جودة، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. يعني هذه هي مجمل الصورة لدي حتى هذه اللحظة حور، من هنا من ميدان السيدة عائشة بالقاهرة. أعود إليك مجددا إذا ما كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى. وفيت الزميل محمد عادل، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وربما الصورة من خلفك تتحدث عن نفسها. ننتقل الآن إلى الزملاء في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، وتحديدا الزميلة أميرة قمر. أميرة، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حول هذه المبادرة ونسب الإقبال عليها وردود الفعل كذلك من المواطنين؟ تحياتي حور من داخل حي المعادي وبالتحديد من شارع 106، أتواجد هنا حيث استمرار مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأقل سعر وأعلى جودة، كل ذلك بالتعاون مع شركة القيصر. هذه المبادرة التي انطلقت في عدد من المحافظات تشمل الشرقية والإسماعيلية وأيضا محافظات القاهرة الكبرى تتواجد منذ ما يقرب من أسبوع تقريبا، واليوم نتواجد بحي المعادي، ومن خلف أحد منافذ البيع المتنقلة سيارة متنقلة توفرها حياة كريمة، يتواجد بها العديد من أنواع اللحوم، اللحوم الحمراء البلدي والمستورد، وكذلك اللحوم الهندية المجمدة، وكذلك اللحوم البلدي المبردة أيضا والدواجن. بالنسبة لهذه المبادرة تعد خطوة غير مسبوقة على الإطلاق. لماذا؟ لعدد من الأسباب، أهمها السعر التنافسي لأسعار اللحوم التي تقل بفارق كبير جدا عن السوق. ننتقل الآن إلى منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث مراسل إكسترا نيوز الزميل كريم كمال. كريم، بعد التحية لك، ضعنا في المشهد من حولك، تفضل.
نعم حور، يعني مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقت أوائل الأسبوع الماضي يوم السبت بالتحديد، المبادرة المخفضة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في محافظات الجيزة والشرقية وإسماعيلية والقاهرة الكبرى. أنا الآن متواجد في محافظة الجيزة، خصوصا في منطقة أوسيم وبالتحديد بقرية القيراطين. يعني هذه السيارة التي تقف من خلفي السيارة المتحركة التي تحمل فيها اللحوم بمختلف أنواعها، سواء كانت اللحوم البلدية أو اللحوم المستوردة منها الهندية والسودانية، هذا بالإضافة إلى الدواجن. نتحدث عن أن الأسعار متفاوتة في هذه السيارة لتناسب كافة الأطياف، فتبدأ الأسعار من 185 للحوم المستوردة مرورا ب 210 وحتى 310 للحوم البلدية. نتحدث عن أن أسعار الدواجن تبدأ من 90 جنيها حتى 112 جنيها. كل هذه الأسعار هي أسعار تنافسية وتقل مقارنة بالأسواق الخارجية ومحال الجزارة ومحال أيضا بيع الدواجن، بما يقرب من 100 إلى 140 جنيها في اللحوم، سواء كانت اللحوم البلدية أو اللحوم المستوردة. نتحدث عن أن هذه المبادرة التي استفاد بها المواطنين سواء من خلال المنافذ الثابتة والشوادر الثابتة التابعة لمؤسسة حياة كريمة، أو من خلال المنافذ المتنقلة التي تجوب كافة المحافظات وخاصة المناطق الأكثر احتياجا وأيضا الميادين العامة. نتحدث عن أن القائمون على مؤسسة حياة كريمة يحرصون على تنظيم الوضع من جانب السيارة لعدم وجود ازدحام، هذا بالإضافة إلى معرفة المواطنين بمصدر هذه اللحوم. هذه اللحوم التي تخضع إلى رقابة بيطرية صارمة من قبل هيئة الطب البيطري، هذا بالإضافة إلى أنها تذبح بداخل أماكن مخصصة تابعة لمؤسسة حياة كريمة. نتحدث أيضا حور عن أن المواطنين هنا في هذه المنطقة، خاصة هذه القرية التي أنا أقف بها الآن، يعني أكدوا بأن الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية فهي مناسبة تماما للمواطنين. نتحدث أيضا كما ذكرت لك أن 185 جنيها للكيلو في اللحم المستورد مقارنة بمحال الجزارة، محال الجزارة الأسعار تصل من 250 حتى 300 للحوم المستوردة، لكن في هذه السيارة أو الشوادر الثابتة التابعة لمؤسسة حياة كريمة تبدأ من 185 حتى 210. ذكرت إليك أيضا أن اللحوم البلدية سعر الكيلو فيها هذه السيارة أو في الشوادر الثابتة تصل إلى 310 مقارنة بالأسواق الخارجية، ومحال الجزارة تصل سعر كيلو اللحمة تقريبا من 400 حتى 450. فبالفعل هي فرصة كبيرة للمواطنين للاستفادة من هذه المبادرة التي تقدم هذه اللحوم البلدية أو اللحوم المستوردة الطازجة للمواطن المصري. هذا هو المشهد حتى الآن من قرية القيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم كمال على هذه الصورة الوافية. والآن نذهب مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى منطقة السلام أول بمحافظة القاهرة مع مراسل إكسترا نيوز الزميل إبراهيم عزت. إبراهيم، بعد التحية لك، أبرز ما لديك من مستجدات حول هذه المبادرة ونسب الإقبال عليها وكذلك ردود الأفعال من المواطنين على هذه المبادرة؟ نعم حور، مساء الخير. ما زلنا إذا نتابع أصداء هذه المبادرة التي تم إطلاقها من مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية عنها عن الأسعار المتواجدة بالخارج. اليوم نتحدث في عطلة رسمية يوم الجمعة، وأيضا نتحدث في منطقة ربما بتشهد كثافة سكانية كبيرة، حي السلام التابع لمحافظة القاهرة، وبه عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية. لعلنا نتحدث الآن من أمام مشروع أهالينا واحد إلى جوار مشروع أهالينا اثنين، لذا مؤسسة حياة كريمة كانت حريصة أنها تصل للمواطنين بكل سهولة ويسرى عبر هذه السيارات المتنقلة من مكان إلى آخر داخل الحي، فضلا أن هناك عدد من الشوادر والأماكن الثابتة التي أيضا تقدم هذه المبادرة. سنتحدث على تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة قبل أسابيع. أرحب بضيفي الكريم جمال محمد بمؤسسة حياة كريمة، أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. لو اتكلمنا بصورة عامة عن جودة المنتج المقدم، جودة اللحوم المقدمة بهذه الأسعار مقارنة بالأسعار الأخرى.
والله يا فندم هي مؤسسة حياة كريمة معروفة على مستوى الجمهورية، يعني احنا معروفين اصلا ما شغل شغلنا على ارض الواقع من بدري. كيلو اللحمة عندنا مش شرط ان هو بيتباع ب 185 جنيه يبقى هو كده اللحمة دي فيها حاجة، لا احنا عندنا لحمة ما شاء الله جميلة جدا، في اعداد كتير جدا من المواطنين اوفدوا كتير جدا على المبادرة من اجل ان هم يشتروا الكيلو بالسعر المخفض ده، وجودة اللحمة هي اللي خلتهم ان هم يجوا ويشتروا من عندنا اللحمه بالسعر المخفض دوت. كمان النهارده ببيع عندنا الفرخه كمان في الاسواق كتير جدا، كيلو اللحمه كيلو الفراخ بيتباع باكتر من 100 جنيه، احنا عندنا بنبيع كيلو الفرخه كيلو ونص ب 90 جنيه. فعندنا اسعار مخفضه جدا، الحمله دي شغاله على مستوى المحافظه مدعمه من سياده الرئيس، شغاله بقى لها اسبوع، احنا النهارده شغالين في حي السلام اول وثاني بجوار اهلنا 1 و2 من المشروعات القوميه. أخيرا لو اتكلمنا على مدى إقبال المواطنين وردود الفعل، بالتأكيد حضراتكم بتتعاملوا معهم بشكل يومي منذ إطلاق هذه المبادرة، كيف تبدو هذه الصورة فيما يخص إقبال المواطنين وتفاعلها تفاعلهم مع حضراتكم فعلا؟ طبعا التفاعل كان موجود من أول يوم، والناس كل يوم بتطلب منا أن احنا ننزل تاني، وبالتالي احنا كنا موجودين أصلا في حي السلام من 3 أيام في منطقة السلام اسكندرية، المبادرة كانت شغالة هناك والمواطنين طلبوا مننا ننزل تاني، ونزلنا تاني في حي السلام أول، والنهارده احنا موجودين على رد فعل المواطنين عند اهالينا 1 و2 موجودين هنا ان شاء الله، وفي اقبال كبير جدا من المواطنين، وفي اسعار كبير جدا بتخفيض الاسعار وجوده اللحمه. اشكرك يا جمال، شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام حاولنا ان نقترب مع حضراتكم بصوره حول تفاصيل هذه المبادره لتوفير اللحوم والدواجن باسعار مختلفه تماما عن الاسعار الخارجيه. مره اخرى سأعود كلمة مع زميلة حور محمد لاستكمال هذه الجولة من جولة مراسلينا. لك يا حور. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل إبراهيم عزة مراسل إكسترا نيوز، وبالتأكيد الشكر موصول لضيفك الكريم. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى منطقة ترسا بالجيزة ومراسلة إكسترا نيوز الزميلة مونيكا مجدي. مونيكا بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى الآن حول هذه المبادرة، تفضلي. تحياتي حور وتحياتي لمشاهدي إكسترا نيوز الكرام. بالفعل نتواجد الآن داخل قرية ترسا، وهي أحد مراكز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تشهد القرية اليوم مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ذات جودة عالية التي توفرها مؤسسة حياة كريمة لتوفير يعني لحوم طازجة ذات جودة عالية للمواطنين هنا، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تواجدت يعني أقف الآن أمام أحد النقاط المتنقلة من ضمن النقاط الأربعة التي تحظى بها محافظة الجيزة اليوم، كما تفضل زملائي من يعني بعض النقاط في محافظة الجيزة مثل وسيم، وتتواجد أيضا نقطة أخرى في قرية العياء أو في منطقة العياط والحوامدية. الآن يعني أقف تحديدا من بجوار كوبري ترسة، تواجدت هذه العربة منذ الساعة 11 صباحا، حيث اليوم هو اليوم الجمعة وهو عطلة رسمية، حيث يعني زاد الإقبال على العربة منذ ساعات الصباح الأولى. يعني يقف أيضا متطوعي حياة كريمة لتنظيم عملية الشراء للمواطنين والتحدث إليهم لشرح المبادرة. هي يعني المبادرة يعني الأكثر يعني لاقت استقبال من المواطنين وإقبالا كبيرا منذ ساعات الصباح الأولى. يعني إن تحدثنا عن الأسعار هنا، يعني تم تخفيض سعر كيلو الفراخ من 112 جنيها إلى 90 جنيها، وأيضا توفير لحوم طازجة بسعر للكيلو 185 جنيها، فهي أسعار أقل بكثير من الأسواق الخارجية، وتقريبا يعني بتخفيض النصف عن الأسعار في مثيلتها في الأسواق الخارجية لمواجهة جشع التجار ويعني مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا يعني أطلقت هذه المبادرة مؤسسة حياة كريمة ليعني
تعميم مظلة الحماية المجتمعية. أما يعني أجرت قناة إكسترا نيوز العديد من اللقاءات هنا مع المواطنين الذين أشادوا بتلك المبادرة التي هي يعني تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويعني حظي مركز أبو النمرس في اليوم السادس لتلك المبادرة. هذه العربة المتنقلة التي تضم بداخلها اللحوم والدواجن وحفظها في مبردات يعني لتقديمها للمواطنين بصورة مناسبة وطازجة أيضا. الكثير من التفاصيل حول هذه المبادرة، ويعني أنتم مراسلين أيضا في هذه النقاط وبتجوب محافظات جمهورية مصر العربية منذ إطلاق هذه المبادرة، تستطيعي يعني إذا بتستطيعي مونيكا أن تصفي لنا حجم الإقبال اليوم مقارنة بالأيام السابقة منذ إطلاق هذه المبادرة؟ اليوم كما ذكرت لك هو اليوم السابع في عمر مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. توسعت يعني عدد النقاط المتنقلة والشوادر الثابتة في المرحلة الأولى من المحافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسماعيلية والشرقية. إن تحدثت خاصة هنا في مركز أبو النمرس داخل قرية ترسى شهدت إقبالا كبيرا منذ ساعات الصباح الأولى، ويعني هناك العديد من المواطنين الذي يعني تم شراء يعني بعض المواطنين يعني أقبلوا على المبادرة منذ اليوم الأول وأتوا مرة أخرى لشراء يعني العديد من اللحوم والدواجن. يعني هذا إن دل يدل على يعني جودة اللحوم المقدمة لهم، وأيضا هذه اللحوم تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها لتقديمها للمواطنين في أحسن صورة. وهنا أيضا يأتي دور متطوع حياة كريمة كما ذكرت لك في تقديم هذه اللحوم في أطباق ويعني وبشكل جيد تقدم للمواطنين مقطعة ومجهزة. كل طبق يحتوي تقريبا على كيلو من اللحم سواء اللحوم البلدية أو اللحوم الدواجن. فهذه الخدمة هي تعتبر بشرة سارة لجميع المواطنين هنا، ويعني يطلبون يعني تواجد تلك العربات أو السيارات المبردة التي تحوي اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ذات جودة عالية تستمر في القرية هنا طوال الأيام المقبلة، لأنها توفر عليهم يعني الكثير والكثير ومن أعباء الحياة. وأيضا حول هذه النقطة تحديدا والجزارين في الأسواق الأخرى، حول هذه النقطة تحديدا مونيكا، يعني بالتأكيد ربما كانت لكم جميعا مراسلين الالتقاء بالمواطنين من خلال هذه الحملة ومن خلال هذه المبادرة. إذا يعني تستطيعي أن تقفي لنا على أبرز ردود الأفعال من المواطنين حول هذه المبادرة. يعني منذ اليوم الأول قناة إكسترا نيوز يعني تستمر في تغطية هذه المبادرة التي هي تعتبر بمثابة بشرى سارة لجميع المواطنين. بعض المواطنون الذين يعني يقبلون على هذه النقاط سواء الثابتة أو المتحركة لشراء اللحوم والدواجن، بعضهم يعني يقف مع المتطوعين يصطف يعني ليتحدث أكثر للمواطنين المارين هنا بالشوارع التي تجوب يعني الشوارع التي هي تكون بها النقاط هذه النقاط المتحركة للترويج لتلك المبادرة، ويعني يتحدثون إليهم أن هذه اللحوم هي لحوم طازجة وذات جودة عالية، ويعني يدعونهم إلى شراء تلك اللحوم التي توفر عن كاهلهم العديد من الأعباء. ويعني وهذه يعني هنا يعني تحديدا أقول لك أن يصطف المواطنون إلى متطوعي مؤسسة حياة كريمة كأنهم تماما متطوعين في مؤسسة حياة كريمة للترويج لتلك المبادرة، ويشكرون جميع القائمين على تلك المبادرة لأنها يعني أتت في أوقات مناسبة لهم ويعني تزيل العديد من الأعباء عن كاهلهم. وردود الأفعال كانت يعني ردود الأفعال كانت في يعني الجميع في حالة رضا تام عن تلك المبادرة ويطلبون استمرارها على مدار الشهور القادمة.
أنا بشكرك شكرا جزيلا. مراسلة إكسترا نيوز الزميلة مونيكا مجدي كنت معنا من منطقة ترسة تحديدا بمحافظة الجيزة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى منطقة الويلي بمحافظة القاهرة حيث مراسل إكسترا نيوز الزميل زياد قاسم. زياد بعد التحية لك، يعني بالتأكيد هناك العديد من التفاصيل حول هذه المبادرة وأجريتم بالتأكيد الكثير من اللقاءات مع المواطنين على مدار الأيام الماضية، أبرز ما لديك من تفاصيل من حيث أنت موجود الآن مع بداية هذا اليوم، ولو تحدثنا عن ردود الفعل من المواطنين على هذه المبادرة. تحياتي لك يا حور وتحياتي لكل مشاهدي إكسترا نيوز من هنا من حي الويلي بمحافظة القاهرة، حيث نتابع معكم هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة من أجل توفير اللحوم والدواجن بأسعار منخفضة عن مثيلتها في السوق المصري، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة داخل حي الويلي يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة إيمان فضة مسؤول متابعة حي الويلي بمؤسسة حياة كريمة. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة إكسترا نيوز. مجهود كبير من مؤسسة حياة كريمة الحقيقة داخل حي الويلي وداخل جميع الأحياء بمحافظات الجمهورية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. ماذا تقدم مؤسسة حياة كريمة اليوم؟ احنا النهارده جايين بتوجيهات من سيادة الرئيس علشان نساعد المواطن المصري ونخفف عنه العبء. جايين منزلين باكتر سلعة استراتيجية بيحتاجها كل بيت، خصوصا البيوت اللي فيها اطفال، لحمة ومن مزارعنا ودواجن باسعار مخفضة باكتر من النص. وزي ما حضرتك شايف في اقبال كبير من المواطنين في كل احياء. بصراحة بنحاول ننزل في كل احياء القاهرة والمحافظات علشان نبقى منتشرين في كل حتة، والمبادرة بصراحة لاقي اقبال كبير جدا. وبس شكرا. يمكن مبادرات كتيرة قدمتها مؤسسة حياة كريمة من أجل التدخل الآلي والعاجل لمواجهة الاتحادات الاقتصادية اللي بتواجه الشعب المصري وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادرة ونحن نشاهد الإقبال الكثيف على العربات المتنقلة التي توفر اللحوم والدواجن للمواطن المصري، خاصة المواطن الأكثر احتياجا. ماذا عن رأي المواطن في المنتجات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة اليوم؟ زي ما احنا عارفين ان احنا من اول ما نزلنا مبادرة حياة كريمة القاهرة او مصر عموما، فاحنا هدفنا الاول والاخير توفير حياة كريمة لكل الناس مش بس المستحق الدعم. بالنسبة للمبادرة اللي احنا فيها النهاردة او احنا بقالنا اسبوع فيها، فهي لها استحسان كبير جدا، درجة الناس طلبت مننا نعمل منافس دايمة في الاحياء كلها علشان نوفر لهم الاسعار دي، علشان زي ما انتوا عارفين التجار بتستغلهم في جشع كبير في الاسعار. اخيرا قبل ان نختم مع حضرتك، عايزين نعرف من حضرتك كيف يتم الكشف على هذه المنتجات، وهل هي آمنة للاستخدام لدى المواطنين، وازاي بيتم التأكد من صحة هذه المنتجات الغذائية؟ احنا عندنا مزارعنا وعندنا الملف الطبي الطب البيطري. احنا ما فيش ايد بتلمس اللحمه، الحمد لله بيتكشف عليها من اول ما بيجي الحيوان لحد ما بتستلم للمواطن، متغلفه تغليف امن، ما فيش اي حد زي ما انت حضرتك شايف كلهم متابعين اجراءات الصحه والسلامه، لابسين الجلوفز، ما فيش تدخين حتى وهي مغلفه، فاحنا ضامنين الحاجه بنسبه 100%. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه ايمان. شكرا. ده كان لقائنا مع استاذه ايمان فضه مسؤول متابعه حي الويلي بمؤسسه حياه كريمه. وقبل ان نختم يجب ان نؤكد ان مؤسسه حياه كريمه هي مؤسسه مجتمع مدني لا تهدف الى الربح، وتم اشهارها في عام 2019. الان نعود اليك حور في الاستوديو، ما اذا كان لديك اي استفسار اخر حول هذه المبادره اليوم من داخل حي الويلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل زياد قاسم مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من منطقة الويلي بمحافظة القاهرة. بالتأكيد الشكر موصول إلى جميع الزملاء. الزميلة مونيكا مجدي من منطقة ترسة بالجيزة، وأيضا إبراهيم عزت من منطقة السلام أول بمحافظة القاهرة. أيضا الشكر موصول إلى الزميل كريم كمال كان معنا من منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وأيضا الشكر موصول إلى الزميلة أميرة قمر مراسلة إكسترا نيوز
بالتأكيد أيضا الشكر موصول إلى الزميل محمد عادل من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة. شكرا جزيلا لكم جميعا زملائي الأعزاء على هذه التغطية الموسعة، يعني دائما قدر الحدث. شكرا جزيلا لكم. للمزيد حول مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن في مختلف المناطق والمحافظات في سياق هذا العرض نتابع. وختاما شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة. كنت معكم أنا حور محمد، إلى اللقاء.